ناشر من هناك من تجمع وتحضير الفرق العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون مع فاتح بوشعنان، منافسة الملاكمة متواصلة إلى هناك مع زميلنا فاتح. مساء الخير فاتح، المنافسة متواصلة إلى أين ومن يلاكم في هذه اللحظة؟ نعم حكيم، المنافسة متواصلة الآن هنا بالقاعة المتعددة الرياضات العسكرية ببن عكنون، والملاكم الجزائري غازلي أحمد اللي راهو يلاكم الآن في وزن أقل من 75 كيلوغرام للتعليق على هذا النزال. أسعد باستضافة إبراهيم بجاوي مدرب المنتخب العسكري. سي بجاوي، هذا كاين ملاكمين كثار راهم معاكم في المنتخب العسكري وراهم في المنتخب الوطني، نشوفوا الآن النزال تاع غازلي أحمد، راه متفوق في الجولة الأولى 5-0. يعني في مقص يعني الملاكم غازلي يعني في وزن 75 كيلوغرام، ولكن مع الملاكم التونسي، ملاكم التونسي يعني ماهوش ملاكم قوي زي الاردني او السوري، ولا يعني عنده مقابله، ولو يفوز عنده مقابله في النهائي تكون صعبه ليه. الجوله الاولى راهي خرجت ليه 5-0، الجوله الثانيه نشوف اشتباكات كثيره، يعني الريتم بدا ينقص، ولكن نظن يعني يقدر يفوز في هذه المباراه هذه. نكملوا دائما مع النزال، لكن شفنا اليوم كانوا نزالات قبل هذه سي بجاوي، شفنا المنتخب الجزائري ما كانش موفق كثير كما في السابق، شفنا اقصاء ملاكمين عند الرجال، شفنا مزيان محمد لامين وتاما سالم، وش هو السبب هذا التراجع شي في الملاكمه خاصه من جبل؟ كاين الملاكم اللي فاز هذاك خنوسي في 48 كيلوغرام، هذاك فاز اليوم راه تاهل نهائي. فيما يخص تاما سالم والملاكم مزيان، يعني الملاكم مزيان مع طاما سالم، ملاكموا مع ملاكمين يعني تانيك اقوى منهم يعني بدنيا او تقنيا اقوى منهم، والنتيجه كنا متوقعين تكون هذيك هي النتيجه. شفنا الاردن اكتشاف هذه الدوره البطوله العربيه، مستواهم نقولوا ارتفع كثير، وفيهم ملاكمين اللي حتى ترتيبهم رابع عالميا، شفنا عندنا ملاكمين، وش سر هذه الاستفاقه الاردنيه في وقت انه الملاكمين احنا مثلا الملاكمه الجزائريه ما راهيش في احسن احوالها بالنظر لكل المشاكل؟ يا ودي احنا دوك فيما يخص الاردن، هذا الفريق تاع الاردن عنده حوالي 6 سنوات هو يخدم نفس الفريق وست سنوات، وكثروا في المقابلات والدورات الوديه والدوليه المشاركه، ونفس الفريق مام حتى الفريق يمشي لاكم وينهزم يعاود يشارك في دوره اخرى. احنا تغيرت كثير، عندك فريق او لكم الدوره الجايه تصير فريق واحد اخر، هذا هو السبب للتغيير. ما نحكموش ملاكم يعني نخدموا معاه حتى للاولمبياد ولا تابعين نتبعوه، ما ينهزم معليش زيد تبعوه حتى طور له مستواه. احنا رانا نخدموا مع ملاكمين معسكر الجاي، يعني تصيب هذاك الملاكم اللي خدمت معاه ما كانش في المعسكر، تصيب ملاكم ثاني جاي، يعني هذا هو السبب اللي ضيع عنا معليش فتح كثير هي سبب المشكلة. نعم حكيم، فتح نعم من حكيم. يتحمل المسؤوليه في كل ذلك؟ نحن نتحدث اكيد كنت اسال نعم اعرف ذلك ما تسأله، من يتحمل المسؤولية؟ نحن في وضع ربما تتحدث لي على ألعاب عربية ثم بعد ذلك ينقطع هذا الملاكم. دعنا نذهب مباشرة إلى لب المشكل، لماذا لا نواصل مع ملاكم إلى الألعاب الأولمبية مثلا؟ أكيد سيد بجاوي، احنا نتكلموا على المشاكل هذه اليوم، لازم الطرف يتحمل المسؤولية هذه المشاكل اللي تحدث، شكون المسؤول وكيف نعالج هذه المشاكل؟ لأن الملاكمة الجزائرية عودتنا دائما أنها تكون قوية وحنا نراهنوا عليها كثير، لأن نبحثوا على الميداليات الأولمبية، والملاكمة الجزائرية كانت قوية في الماضي القريب. لب المشكل اليوم وين؟ لب المشكل هي تغيرات كثيره في الاتحاديه، يعني تغيرات كثيره. انا في يعني عهده واحده، ممكن في عهده واحده بدلنا 5 مرات الرئاسه تاع الاتحاديه، هذو هما السبب، يعني ما كانش الاستقرار ولا في المدربين ولا في الرؤساء تاع الاتحاديه اللي جازوا على الاتحاديه، هذا قاعد ياثر سلبيا على المنتخب الوطني. الحل يا ودي الحل دوك سيطر وطار، دوك احنا كل عام نقولوا نستناو، رانا في 20 سنه و 24 سنه مسيدني يعني ما خديناش ميداليه اولمبيه. هذه 20 سنه، يعني اخر ملاكم اللي خداها هو علالو محمد علالو الله يحييه بالمناسبه، هو اللي خدا الميداليه في سيدني مع المدرب حمداش والمدرب تاعنا يعني الملاكم تاعنا علالو.
من هذيك يعني بدات الاستقرار ما كاش، الاستقرار ما كاش. احنا كنا تخلينا على المنتخب الوطني ورحت نشتغل في السعوديه، وحمد اشتاني توقف وخداوها مدربين اخرين، خداوا المشوار تاعهم يعني. وحضرنا من 2004 ما كاش، 2008 ما كاش، يعني دائما تجديد الفريق كل سنه، كل عام، كل شهر شهرين يجيبوا ملاكم، عاود غير، عاود جيب ملاكم، عاود غير. والمعسكرات يعني طويله ما كاش، ودورات مشاركه في الدورات الوديه باش تعطي لهم منافسه يعني يكونوا قويين. ما نقصت مشاركات، نقصت. جميل. عندنا مشروع بكل صراحه سيف جبهه، عندنا مشروع اليوم ميداليه اولمبيه في الرجال ولا في المنتخب النسوي؟ والله الحين يعني سيطروا طار، سيطروا طار الى حقت سيد بجوي. قطع لنا يعني الامل فتح سبتمبر عندك التاهيل تاع الاولمبياد، يعني صعب انه تحصلوا على ميداليه اولمبيه. ايمان خليف ممكن، رميسه ابو علام. ايمان خليف لو تلاكم يعني عندها حظوظ، ايمان خليف في النساء يعني المستوى مش كما الرجال. اترك لنا قليلا من الامل يا فاتح. الاولمبياد راك تلاكم مع ملاكمين عنده 140 200 مقابله، وانت الملاكم تاعك عنده 20 مقابله في يده. ما تقدر تزيد واحد تعطي له مش عارف كلاش، وواحد تعطي له كابوس تقول له تضارب معاه، ماهوش في نفس المستوى. شيب جاوي نشكرك كثير على هذه المداخله. عندنا مباشر ايضا من وهران الزملاء يسنا، وعوده لك الى استوديو زميلي حكيم. شكرا جزيلا لك فاتح. اذا نقلكم فاتح مباشره الى ياسين راشي الزميل المتالق. يا مساء الخير، يا مرحبا. السباحه لديك متواصله ياسين، كيف هي الاجواء؟ أين سيكون الرياضيين؟ هناك في السباحة، أعطيني تفضل. مساء الخير زميلي حكيم، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام متواجدون هنا بالقاعة المائية لمركب ميلود هدفي من أجل تغطية خامس يوم من الألعاب المائية. حصيلة جيدة للجزائريين في بداية سباقات ذهبية فضية وبرونزية للجزائر، حيث حققت مشاهد نسرين الذهبية في 100 متر فراشة بتوقيت دقيقة وثانية و22 جزء من المئة، كما حققت زيتوني الميدالية الفضية إيمان زيتوني بتوقيت دقيقة 3 ثواني و92 ثانية، كما حقق الجزائري الآخر في 100 متر حر بوعلي رضوان الميدالية البرونزية. إذن ثلاث ميداليات للجزائر في انتظار بقية السباقات والسباق المتنوع الذي يدخل فيه سيدخل في المتألق وصانع الحادث مؤخرا. شكرا جزيلا لك سيود ياسين، ممتاز. سأعود إليك بعد لحظات من الآن، دعوني أذهب إلى الميداليات. محمد قريشي أهلا وسهلا هناك. محمد، بعد قليل إلى محمد قريشي والحديث عن نعود إلى محمد قريشي بعد لحظات يعني أمكم طبعا. خلوني نعود نرجع إلى راشي والحديث عن السباحة المتألقة بشكل ملفت للانتباه. نعم، تأهل عن جدار واستحقاق للمباراة النهائية، كلمة عن النزال تاع اليوم وتوعد الجزائريين ان شاء الله بالذهب باذن الله. باذن الله غير الذهب، نحن ابناء نوفمبر لا نغسلون في شهر الاستقلال. باذن الله، باذن الله رمي ضايدور ندير اللي عليا باذن الله. واش قلنا النزال اليوم من تونسي كان نزال قوي؟ النزال كان قوي، مي ان شاء الله غدا ان شاء الله يكون نزال اقوى منه باذن الله ان شاء الله. اليوم شفنا الجماهير ولا اللي حاضرين هنا يساندوكم كثير، واش تقول لهذا الجماهير اللي يجيو تساندوكم؟ الجمهور ما كيما حنا نشكروا ما قدرتش بزاف بزاف، جمهور عالم الكامله، عالم الكاملة. هذا واش نقول لهم؟ شكرا لك، الله يحفظكم، بارك الله فيكم.